بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تتأكد أنه الناس يخدوا البصل عصير، عوضوا به الكورتيزون، عوضوا به الانتي انفلاماتوار، عوضوا به الانتي بيوتيك، عوضوا به كثير من المواد اللي الناس تستعملوها ولكن ما تعطيش النتيجة، لدرجة يضطر الطبيب أنه يطلع في لي دوز، يطلع في المقادير. انتبهوا معي الآن، وصفة عطات نتيجة خارقة جدا. البصل عصير وغادي نستعمله مع الماء اليوم، ولكن غادي نعلمكم تستعمله في عدة أساليب متميزة تتسمى تنويع أساليب الاستعمال، اللي هي مادة واحدة ولكن تنويع أساليب الاستعمال تخليك تكون في واحد القوة والحضور اللي فيه التميز. إذا عصير بصل تناخذوا آلة تعطيوها البصل تعطينا ماء، تتسمى هي عصارة وتتمي تتخلي السائل نحيده من المادة الصلبة، أو تلحقوها حق ونخلطوها مع الماء ونصفيها ونشربوها. أش لقينا؟ لقينا عصير البصل إلى حد الآن، عصير البصل مع الماء تنغليه الماء باش نحيده منه المواد الكيماوية بحال الكلور، بحال الكلور، بحال عدة مواد سامة نتيجة العلاج الماء باش يكون صالح للشرب. أنا كاين قانون ديال الاو ام اس المنظمه العالميه للصحه، نقدروا على نهضروا عليه من بعد. حنا تيمنا نغليو الماء او ناخذوا ماء معدني ونغليوه كذلك ونخلطوا مع معلقه كبيره جوج معالق تاع الماء، كاس كبير. اذا جوج معالق ديال عصير بصل كبارين مع كاس الماء مغلي، وتناخذوا قبل الافطار خمسة دقائق، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النوم، وكنت ناكلوا اكل يكون نقي بلدي والتركيز على السمك والطاجين افضل. هذا الاسلوب ديال الماء والبصل كثير الناس ملي خداوه اول شيء لاحظوا الناس وتخفيض الوزن. اذا تنتخلصوا من الوزن بطريقه ميسره، حيت القاعده عندنا في تخفيض الوزن ما هي؟ هي ازاله الدهون الزائده، وهذه الدهون الزائده الكبده تتجتهد باش تخلص منها، الجسم تيجتهد باش يتخلص منها، ولكن حنا ما تنقوموش بالدور اللازم. فالماء والبصل تيجي تيطرد، وكل الشهادات تاع الناس اللي خداوا الماء والبصل تتحيد الكوليسترول من الجسم وتتخفض الكوليسترول. ما معنى الكلام؟ اللي عنده الكوليسترول هذاك حمق، ما تيعرف ياكل، ما تيعرف يلقي جسمه، ما تيعرف انه يتعامل مع جسمه. وكل ما الناس اللي تياخذوا الكيماويات لازاله الكوليسترول من الجسم فما حيداش من الجسم، حيدا من الدوره الدمويه، ولكن تتمشي للكبد. هذا باتفاق الباحثين، باتفاق الاختصاصيين في الصيدله. اذا حنا نقول عصير بصل معلقه كبيره حتى الجوج مع كاس كبير ديال الماء مغلي، قبل له اكل 5 دقائق حتى 10 دقائق، ولما لا قبل نص ساعه، ما عندناش مشكل. احسن ماده علاجيه لتخفيض الوزن. والناس ياخذوا الماء والبصل، الناس خفضوا السكري، صوب الطريقه البسيطه خفضوا السكري. اذا واش حنا ملي تشوفوا الماده طبيعيه وتتعمل 5 درهم ممكن 10 درهم للكيلو تنحقروها؟ علاش تنحقروها؟ حيت الفلوس ما غالياش، او تنحقروها حيت هي بصل موجود، او تنحقروها حيت حنا ما تنحبوش البصل. علاش نحقروها؟ هذا هو الجهل المركب. كاين اشاعه انه الطبيعي خصو مقادير، ولكن مني تناخذوا عصير البصل اللي هو مالوف بالفينو تنعرفوا المقادير ديالو شحال خصنا ناكلو في النهار، ثم تنعرفوا جوده البصل، واش البصل تاع وادلاو هو البصل ديال 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 نواحي مكناس وفاس، هو البصل ديال مناطق معينه. هكذا تبدا تتفننوا في النوعيه ديال البصل، وما عمش بقيش واحد يجي يضحك عليك يقول البصل الخامج ياكلوا ليا، لا، حيت عندنا البصله تنعرفوا لها. حتى البصله المقادير كيف قلنا والنوعيه والكميه، هنا لقينا على انهم تنحترموا القواعد الاصل يمكننا ننجحوا بالطريقه الصحيحه. اذا هذا الماء والبصل خفضوا الناس به السكري، من بعد ثلاثة أسابيع أربعة بدا السكر ينزل، من بعد الاستعصاء على تخفيض السكري. ثانيا الماء والبصل الناس خفضوا به السكري، خفضوا به الوزن كذلك، خفض ثلاث سلوات طلعت هائلة. ثلاثة الماء والبصل في أوروبا عيطوا لنا ناس اللي كان عندهم مرض جلدي خارق والشامبينيون في الظفر والظفر تيتهرس، ثلاث أسابيع من بعدها الناس ما بقاش يطيح لهم الظفر، بمعنى تيمكننا نعالجوا به الظفر تيتهرس، واحد تيمكننا نعالجوا به الشامبينيون في الظفر، تيمكننا نعالجوا به حتى الظفر تيكون ضعيف او مسوس، يمكننا نعالجوا به ليس فقط نعالجوا به حتى كثير من الامراض الجلديه اللي الناس يعانيوا منها
ومنها الاكزيما اكلا ماء وبصل 4 مرات في اليوم بالطريقه اللي تكلمنا عليها يمكننا نعالجه كثير من الامراض الجلديه منها الاكزيما ومنها البسورياسيس ونجا وشهدوا الشهادة على انه 3 à 4 semaines باي باي البسورياسيس شحال تكلف الدواء ديال البسورياسيس وشحال المعاناه تاع الناس مع البسورياسيس ثم انه تيرجع لكن عن طريق الماء والبصل يمكننا نرجعه ونستعمله بكل ما احتاجنا بالطريقة الميسرة. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه الناس اللي تقولوا لنا طبيعي عندكم منه ما تنجحوش هو الدويات والمختبرات والأبحاث العلمية والأموال الهائلة ما كيش نجاح احنا تنجحوا من الأولى في الكلام وين حال يكون قريب للناس الناجح بالطبع حتى نعرفوا البداية المشكل ما هي ما هو ثانيا المراحل اللي قطع منها والتمارين اللي تندوزوا مع المريض باش ننزلوا من المعنويات نعلموه المقادير ونعلموه كيف انه يسير وكيف يصبر ويعرف التحاليل مع الطبيب ديالو بالطبع والفحوص مع الطبيب نعرفوا فين وصلنا حيت كاين المرض اللي تقدر ياخذنا 3 أسابيع يقدر ياخذنا 3 سنين وهكذا لقينا العمليه العلاجيه تمات وهكذا تنقولوا يا ناس ما تبقاوش تخافوا من الماء والبصل لانه سيد نحكي لكم قصة أخرى تصوروا دابا طفل عنده 5 شهور فلكن يقدروا له عملية وطلعتوا الحرارة 42 درجة يعني حالة خطيرة طب داروا خدمتهم ما استطعوش يهبطوا الحرارة والوليد عنده 5 شهور بيبي أعطينا حمام البصل عوض نشروا له البصل مدام بيبي أعطينا غلينا الماء واحد 3 لتر مثلا دفات حكينا البصلة عصير خلطناها وغسلنا له به نص ساعة ما بقاش عنده المشكل ديال 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 الحراره طالعه بان قدرنا نضبطوا الحراره اذا استعملناها شراب بالنسبه للناس الكبار او استعملناها حمام بالنسبه للبيبي في جنيف فرنسا كثير من المدن الاوروبيه وداخل المغرب الناس خذوا الماء والبصل الاطفال الصغار للبيبي عطات نتائج خارقه ليس فقط المشكل ديال الحراره الحمى طالعه كذلك في الامراض الجلديه والاكزيما وهكذا يمكننا نشتغلوا ونفعوا بعضياتنا ما بقاش نخبوا العلم ما بقاش نخبوا على الناس ما بقاش نخلعوا الناس من الماء والبصل بنيتي عندها 18 سنة عندها الباك هذه السنة هذه بدأت تأخذ الماء والبصل 3 مرات في اليوم الغريب في الأمر كان عندها فشل كلوي أكثر من 4 سنين من بدأت الماء والبصل كديما التونسون تاع 17 تقدت 14 عباد الله وبدأت تتبول بعد 3 أسابيع معنى الكلام ممكن عاودوا نشطوا الكلى عندي قاعدة أقولها كل أمراض المستعصية الماء والبصل هائل جدا قاعدة ثانية كل الأمراض ديال المناعة الربو ضعف تاع الجسم والتوازن الهرموني عند النساء كثير هذو كلهم الماء والبصل تيعاود يعطينا نشاط للجسم ومناعة متميزة مابقاش نحلو في الفشل الكلوي مابقاش نحلو في السكري مابقاش نحلو حتى في التوازن الهرموني كثير الناس خذوا الماء والبصل رجعت لهم الدورة الشهرية في التمام والكمال بعد 3 أسابيع وسيدة عندها 40 سنة الرجل غادي يطلقها لأن الوالدة عندها خمجة خذت الماء والبصل 3 أسابيع 3 مرات في اليوم ما بقاش المشكل والودة تطلقات ما معنى الكلام كنا لكم تنفعوا ونفعوا بعضياتكم ونصحوا بعضياتكم وعيشوا خفاف طبيعيين بدون معاناة والحمد لله رب العالمين.